الكلمة لهن فقط، وكل قرار هو رهن إشاراتهن. الحياة هنا تدار من قبل النساء فقط. هل سمعت سابقاً عن قرية أوليمبوس اليونانية؟ قرية تحكمها النساء، بينما يجلس الرجال فيها منتظرين الأوامر. عادات وتقاليد غريبة تتناقض مع عادات مجتمعاتنا العربية، لكنها موجودة فعلاً في تلك القرية الواقعة شمال جزيرة كارباثوس، في هذا المجتمع النسائي الفريد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 300 نسمة. تتولى النساء زمام كل الأمور، من السلطة إلى العمل في الحقول، حتى إن مسؤولية الإنفاق وجلب الأموال تقع على عاتقهن. ولا تستغرب إذا قلنا إن الرجال ينتقلون للعيش مع نسائهن بعد الزواج. لا يتوقف الأمر عند هذا فحسب، بل حتى الإرث بعد الوفاة هو من حقهن، والأملاك تذهب إلى الابنة الكبرى دون بقية الأبناء. ويقال إن سبب هذا يعود إلى نظام إرث من العصور البيزنطية، جعل السلطة والقرار بيد النساء فقط.